في ظل استمرار الاحتجاجات الشعبية في إيران، اقدمت القوات الأمنية على قمع المحتجين باستخدام أساليب قمعية بشعة تجسدت باستخدام القمع والاعتقال والإخفاء القسري. ونشر ناشطون على مواقع التواصل فيديو يظهر محتجين وهم يحاولون تحصين أنفسهم من أساليب القمع والاختباء داخل المحال التجارية، كما أظهر توجه عناصر تابعة للبسيج لإخراج المحتجين بالقوة، وقاموا بتحطيم واجهات المحال من أجل اعتقالهم. واعتقلت قوات الأمن خلال الأيام الماضية مئات المحتجين بسبب مشاركتهم في المظاهرات المنددة بسياسات نظام الولي الفقيه. وكانت احتجاجات طهران قد اندلعت مجددا بالتزامن مع إضراب التجار ضد انهيار العملة الإيرانية، حيث تصاعدت الهتافات المنادية بإسقاط النظام وتنحي مرشده الأعلى علي خامنئي.